هنا في تونس طبعا على فريق الاترجي التونسي. معايا كمان يمكن نقول النهارده واحد نجوم النادي الاهلي النهارده في المباراه، اداء رائع ومعتاد من كابتن الكبير كابتن سعد سمير. في البدايه طبعا تحيه للكابتن سيد، تحيه كابتن حماد الصدقي، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد حشيش، ومبروك يا كابتن سيد. كابتن سعد سيد برحب بالكابتن سيد طبعا، وبرحب بكل النجوم الموجودين معاه، كابتن اسامه وكابتن حشيش. ما انا قلت كابتن اسامه وكابتن حشيش وكابتن حماده صدقي، برحب بيهم طبعا كلهم. الحمد لله الف مبروك، ماتش مهم بالنسبه لنا الفرقه النهارده، كنا مركزين فيه الحمد لله بشكل كويس جدا من اول ما جينا، وكان عندنا هدف وطموح ان احنا ان شاء الله نصعد اول مجموعه، وقلنا ده بدايه التحدي الكبير لينا، ودايما الماتشات الكبيره هي اللي بتبين قوه الفريق وبتبين قد ايه الفريق متماسك وقد ايه الفريق عنده شخصيه. فالحمد لله النهارده مكسب مهم بالنسبه لنا في استاد رادس. وزي ما قلت انا امبارح في المؤتمر، اهم حاجه مش الذكريات والتماني، اهم حاجه الشغل والتعب والعرق في الملعب. فيمكن النهارده مجهود 90 دقيقه، اللعيبه كلها رجاله ابطال على قدر المسؤوليه، فربنا كرمنا وكافئنا بالمكسب يعني، فالحمد لله. اتفق معانا ان النادي الاهلي النهارده عمل جيم رائع جدا ومميز، ويمكن كمل كمان مسيره تصحيح المسار. ويمكن قلت قبل كده من نقطه كابتن سعد، ال 10 نقط في الفتره القليله دي، ده مجهود كبير، مجهود جهاز فني، مجهود لعيبه، واصرار كبير جدا يا كابتن سعد. الحمد لله يعني اللعيبه كلها مركزه الفتره اللي فاتت، الجهاز الفني مركز، كله عنده هدف ان احنا يعني مكاننا في المجموعه مش هو ده مكان النادي الاهلي، ومش هي دي قيمه النادي الاهلي. حصل زي ما بنقول تذبذب في اول المجموعه، لكن تداركنا الموضوع، الجهاز الفني واللعيبه تعهدوا ان هم يقدموا حاجه تليق باسم النادي الاهلي. قلنا الماتشات الكبيره دي هي اللي بندي رساله لكل الفرق، وبندي رساله لكل المنافسين بتوعنا، سواء في البطوله المحليه سواء في البطوله الافريقيه، في كل البطولات، ان احنا قادرين احنا ان شاء الله لحصد البطوله باذن الله. وزي ما قلت لك ماتش وخلص 3 بونت، يعني اكيد سعداء النهارده بالمكسب، لكن ده الطبيعي ان النادي الاهلي البطل، والنادي الاهلي ما بيفرقش مع اللعب جوه مصر او بره مصر. واهم من ده ان انت بتدخل عناصر كتير شباب وعناصر كتير جديده مع المجموعه اللي موجوده، الخبرات والمجموعه الثقيله. فزي ما قلت امبارح انت بتمشي في نفس الخط، ان انت بتكون فرقه وبتدخل عناصر جديده وشابه وفي سيستم جديد، وفي نفس الوقت بتكسب، فدي اهم حاجه يعني. تقول لي الاكرم توفيق النهارده لابس 22 واول مباراه ليه في افريقيا، يعني بتشوف تقول لي الاكرم الاول. اكرم لعيب مميز واضافه لفريق النادي الاهلي، ويعني الحمد لله يمكن احنا عندنا كذا لعيب من العناصر الشابه مميزه جدا، اكرم وناصر وندفيد واحمد حمدي وصلاح محسن، وحتى المجموعه اللي موجوده في مصر كلهم مميزين. ببارك لاكرم النهارده وناصر قدوا اداء اكتر من هايل، وزي ما بقول لك اهم حاجه الشخصيه، اللعيبه دي عندها شخصيه وعندها تحمل مسؤوليه النادي الاهلي، فهو ده اللي بيفرق. وان شاء الله اتمنى لهم الفتره الجايه استمراريه ويقدموا مواسم كبيره يعني ان شاء الله باذن الله. الف شكر، ربنا يخليك. بنشكر اكيد الكابتن سعد سمير، زي ما بقول لك كابتن سيد، فرحه كبيره.